وعبر محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل عن فخره باستذكار ملاحم فك الحصار عن بلد والضلوعية، مؤكدا في تصريح لقناة صلاح الدين أن هذا النصر كان البداية لتحرير العراق من رجس داعش الإرهابي. بكل فخر واعتزاز نستذكر الذكرى السادسة لفك الحصار عن مدينة بلد ومدينة الضلوعية، ومن هنا كانت بداية النصر لتحرير كل أراضي العراق من رجس هذا التنظيم الإرهابي. الحمد لله، يعني نستذكر هذه الذكرى مع الأمل الكبير الذي يحدونا أنه يكون هنالك انسجام وتآلف في المجتمع ورأب الصدع الذي أرادت قوى الظلام أن توجده بين مكونات الشعب، وأن يكون هنالك ثمن دماء الشهداء هو بناء مستقبل أفضل للعراقيين.